يمكن يكون احنا لينا شكل مختلف شوية في إدارة سياستنا وتصريحاتنا وردود أفعالنا على الأزمات المختلفة. احنا كلامنا قليل قوي قوي، بس رد فعلنا بما يرضي الله بيبقى حاسم قوي. عندما يتعرض حد لأمننا القومي أو لمصالحنا الحيوية، مثال احنا لو كان النهارده ما عندناش قدره عسكريه كويسه مناسبه، والنهارده بنتكلم على تامين حقول على مسافه 200 كيلو من شواطئنا في البحر المتوسط، هل ممكن كان حد يجي يستفزنا هناك؟ طب حد حاول؟ حد حاول؟ بس احنا كنا على طول موجودين بقواتنا، فخلاص بقينا يعني كده. بالمناسبة الناس عارفة كويس فيما يخص القدرة، الناس اللي بيخشوا في صراع مع حد بيبقوا عارفين قدراتهم، محدش بيبقى قاعد كده لا، ده دي حاجات بتتقاس وبتتابع، واجهزة المخابرات بتعمل تقديرات وبتعمل كل شيء عشان تطمن قبل ما تخش في أزمة. حاجة تانية، لما يكون احنا عندنا قوة كبيرة كده ما يلقش ان احنا يبقى نتعامل بيها بطغيان مع الآخرين. وكل المحاولات اللي بتتعمل، وانا عايز اقول لكم ان حصلت محاولات كثيرة جدا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او اكتر لإسقاط الدولة، بس اللي قواها مش الجيش بس والشرطة، لا، اللي قواها المصريين. لازم حقول المصريين المصريين المصريين.